لنفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع. واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم شو بيتكلم عمك محمود، وخاص الكلام موجه للحجاج ومن وراء الحجاج، غير هم تو ماشيين في فريضة طيبة ربي يتقبل منا ومنهم جميع المسلمين. نذكروا بهم الجانب آمنوا وعملوا، نذكروا فيهم الجانب العملي. اليوم على شو بنتكلم؟ بنتكلم على شيء أغلبية ناسنا مسحونا كبدهم. شنو يقولوا بالكلام الشعبي؟ يقولوا القرمة، قرمة، حط فلان على القرمة وقعد يقطع فيه. من ناحية شرعية شنية؟ الغيبة، النميمة، الفتنة. فاليوم نبي نذكر بعضنا البعض بهذا. ترى محيش تصبح الصبح وحن عليك ربي، خشيت الحمام، غسلت، نظفت، بس حوايجك، وفي نفس الوقت لقيت المرأة مدت لك فطيرك تاكل بالهناء، فطرت وتبحبحت وجيت طالعة. غير قول لي يا أخي ويا أختي من هنا نبدأ. توا صبح ربي والإنسان بيبدأ يوم جديد. أنت تطنفري، علاش تطنفري؟ وأنت علاش تطنفر؟ الدجاج الأسود لايد بيك، وأنت الدجاج الأسود لايد بيك. اليوم 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 أول يوم، وصابحين ابتسامة وكلمة طيبة. ينوض واحد تاني شنو يقول لي؟ يقول لي الإنجليزية بجنب راجلها تضل تهدرز عليه وتوسع له في خاطره، الطليانية، اليونانية. تقول مسلمة؟ تقول مسلمة؟ معليش، ما تعرفش، ما تفهمش عن طريق الإعلام الناجح. الإعلام اللي يخاف المولى سبحانه وتعالى ننصحوها نوروها عن طريق الإعلام، لما يكونوا فيه ناس صالحين، وإن شاء الله نكونوا من الصالحين. فنجي القيل والقال، قال لا يا باكي بهم الناس وهمك من باكي به. قالوا ناس زمان اللي بابا مرش ما يحدفش حياش الناس، اللي بابا مرش ما يحدفش حياش الناس، لأن كيف ما كسرت البيبان المرش متاع الناس حيتكسر بابك. وخاصة حاجة خطيرة 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 خطيرة، التكلم في الأعراض، فلانة صفتها، فلانة نعتها، فلانة ريتها نازلة من السيارة، فلانة عندها علاقة بولد فلان، فلانة كذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كانك صيد وكانك راجل من الرجال، عرفتها بنت جيرانكم، بنت خالتك، بنت عمتك، مواطنة مسلمة وهي منحرفة، أنك أنت حاول بقدر الإمكان كيف توقف بها وقال يا بنتي اتق الله، هذا اللي مركبك في السيارة خليه يتقدم لحوشكم ويخطبك، راهو يلعب عليك، راهو يضيعك، راهو يردي بالك. علاش؟ بدل أنك أنت تكون رجل مغتاب، فلانة صفتها، فلانة نعتها، فلانة صفتها، فلانة. وصدق سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاء بيرجم المرأة، كلهم اللي كانوا قاعدين يقولوا صفتها نعتها، حلها تركها كذا. قال سيدنا عيسى كل واحد شد رشادة فيدا، شد رشادة كل واحد رشادة فيدا. قالهم ما يرجمهاش إلا مرتكب، إلا بمن ما ارتكبش خطيئة. كل واحد قاعد رشادة فيدا، كل واحد قاعد رشادة فيدا. يا أخي المواطن، أنا كلمة نقول فيها ونعاود ويعلم الله في كل نشتد، لا من منطلق الود والمحبة، من منطلق الود والمحبة للإخوة المتوكلين على الله ماشيين للحج.
بالله عليك يا أخي المواطن، طلعت من شهر رمضان اللي فيه وفيه وفيه ما فيش إلا ليلة القدر، ما فيش إلا يوم العيد، ما فيش ما فيش الستة من شوال، وتوج بالنا حج. شن هالخير هذا؟ شن هالخير هذا؟ ونجي أنا يا أخي الحاج يا من الناس فتنت بينها، يا من الناس قطعت فيها وقطعت في شرفها، يا من الناس ما خليت ما قلت، ويا من الناس سببت تدخيلهم ركانهم داخل زمان أكثر من توا، فلان راهم كذا كذا، فلان كذا كذا. أنت ما دام رجل مسؤول وتنقل الكلام، انقل كلام على الصح، ما تنقلش كلام على باطل. هذه الغيبة، هذه النميمة. علاش ما عندناش ما نهدرزو، ما عندناش ما نتحتو، إلا فلان صفته، فلان نعته، فلان حله، فلان تركه، وبعدين توصل بينا درجة. سامحوني على الكلمة اللي نقول، سامحوني يا إخوة، راكم على روسنا، راكم سامحونا. ريتها المصرية هذه، ريتها اللبنانية هذه، ريتها الطليانية هذه، وريتها خير شني ريتها شريتها هذه صفتها نعتها ريتها أنت. كان يا مواطن يا حاج، الواحد يخش دار روما يلقى رجل غريب مع مرته، والشرع ما يخرجش كلام مسلم، لازم يدير عملية الملعنة. فيش بعد مصيبة زي المصيبة هذه والشرع ما يخرجها شيء مسلم، لازم دار شيء على ضوها باش يحكم القاضي. انت لقيتها راكبة في سيارة، تندر عليها قد يكون عندها الصرع، تندر عليها قد يكون، لكن معليش نزرق زرقة هنا، معليش. وخاصة يا حجة، نعم عليك ربي، حصلتي شاب أو رافعك للحج، في يوم من الأيام ركبتي السيارة ونزلتي السيارة، أول ما طعنتي في شرع ربي وطعنتي في بوك وأمك، بوك اللي صيد يقول لك قدام رجال يحسب روحه حق، وأنت طعنتي بوك اللي ختم عليك. سامحني يا أخي المواطن اللي في يوم من الأيام الطنطة عقب الطنطة تمشي وتجي لمصر وتخدم عليهم وتكر فيهم، اليوم تخوني بوك، تخوني عمك، تخوني عائلتك، العائلة العريقة، يبيك تقدم الحوش في جوزك. الغيبة، القرمة اللي صبح لنا عند صباح الخير نسوين ورجالة، يجب علينا أن ننتبه. يا أختي يلي طيبة في القهوة وتوتي في الحلوات وتجيب في المية المصنقعة لضيوفك، وانت في الكوشينة وتطيبي وتغتابي وتقولي فلانة صفتها ناعتها. وين غافلين؟ صار صدقت هذيك العزوزة اللي قالت الله يجعلك تجري ولا تدري، الله يجعلك تجري ولا تدري. وصلت بيك درجة أن بتكون مضيفك جايب القهوة ولا جايب الشاي وتقطعي في عباد الله حتى مع ضيوفك، يقولون استري. يا سيدي على بركة الله نختم لقانا، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يرزقنا الإخلاص ويبعد عنا الوسواس الخناس، ويحشرنا ويحشر الناس تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لنفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع، واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشفع.